بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على البونز، الأشكال بتاعته بيتكون إزاي، الخامات بتاعته بتبقى عاملة إزاي. نبدأ كده مع بعض. طبعا البون ده بالنسبة لأصلا طبيعته عاملة إزاي، ده عبارة عن هارد تيشو بالنسبة للبون. طبعا نسيج حي طبعا، عشان ليه بلاد ليه الدم بيغذيه وليه تغذية عصبية. ده عبارة عن هارد living tissue، تمام. عايز اعرف يعني بيقسموه ازاي العظم ده، او ايه القصة بتاعته. بنقسمه على حسب الخامات بتاعته عاملة ازاي، او طبيعته عاملة ازاي، الفورم بتاعه classification of bone او types of bones. ماشي. اول حاجة على حسب according او على حسب الفورم بتاعه، يعني هو مثلا مصمت، هل هو عامل زي الاسفنجة. ماشي، ادي حاجة. ماشي، هنقسمه على حسب الشكل بتاعه، خد شكل عظم طويل، عظم قصير، مش منتظم، مفرغ. ماشي، ده بالنسبة للشيب. هنقسمه على حسب الايه، التكوين بتاعه. ازاي اتكون من البداية اصلا يعني، فالخامات بتاعته عاملة ازاي، شكله عامل ازاي، او هو اتكون ازاي اصلا العظم ده. ماشي، برضو دي ايه تقسيمه بالنسبه للانواع. هنبدا كده مع بعض بالنسبه لايه، لاول حاجه خالص اللي هي انواعه كفورم يعني، او كخاماته عامله ازاي، او طبيعته عامله ازاي. هنبدا بقى نقسم اول تقسيمه على حسب الخامات بتاعته عامله ازاي، الفورم بتاعه، فورمز اوف بون. والله بالنسبه للتقسيمه دي بنقسم العظم نوعين، في حاجة اسمها عظم مصمت أو كومباكت، وعظم سفنجي سبونجي بون. حتى الاسم باين قوي يعني، عظم مصمت مفهوش فراغات يعني، وعظم عامل زي الايه، عامل زي الاسفنج. ده بيسموه ليه اسم تاني، الكومباكت ده بيسموه هارد بون أو ايفوري. كلمة ايفوري زي العاج يعني، ماشي، عامل زي العاج كده، ناشف صلد، مش زي العاج. ماشي. بالنسبة للسبونج ده ليه اسماء تانية برضو، ساعات بنسميه ترابيكولار بون، ماشي، لها نفس المعنى برضو ترابيكولار دي، تمام. او ساعات بيسموه كانسيلس بون، نفس المعنى برضو، عظم مفرغ او عظم ايه، عظم زي الاسفنج. ماشي. برضو عايز اقول لكم حاجه، ان بالنسبه سواء كومباكت بون او سبونج بون، كل تقريبا كل عظم عندنا في جسمنا في المنظر ده، في الكومباكت وفي الايه وفي السبونج ايه بون. يعني مثلا هوريكم صوره للكلام ده كله، بصوا معايا. يعني لو جينا في عظمه قدامنا زي دي كده، ماشي، هنا مثلا ده كله عباره عن سفنج اهو، شايفين منظرها عامل ازاي اهو. هو اللي جوه ده، دي عظمه مثلا الفخذ مثلا، ده راس عظمه الفخذ مثلا، او اسمها الفيمر بيسموها كده. فبتلاقي السفنج ده موجود جوه العظمه، ومن بره في قشره، شايفين عامله ازاي القشره اللي بره دي. القشرة دي كلها عبارة عن كومباكت ايه بوني بقى، هي عظمة واحدة اهي. مش هنا برضه نفس الكلام، العظمة التانية دي عظمة الحوض مثلا، بتلاقي في حتة مثلا هنا كده، مش عامل زي ازاي في جوه، عبارة عن سفنج اهو، صح، سبونجي بون، ماشي، او كانسيلس بون. ومن بره في قشرة حواليها، شايفين عاملة ازاي القشرة دي، دي عبارة عن كومباكت ايه، كومباكت بون. فمفيش حاجة اسمها سبونجي بس او كومباكت بس، مش كل عظمة فيها الاتنين. وهديكم مثال كمان على المنظر ده، بصوا معايا. خدنا مثلا مثال العظمه بتاع الجمجمه دي مثلا، اللي هي البوم بتاع السكال او الجمجمه، عظم مبطط كده، شوف المنظر عامل ازاي. بتلاقي برضو في بره هنا، شوف المنظر عامل ازاي، قشره كده، شايفين عامله ازاي، دي القشره اللي بره ده، ده عباره عن كومباكت بون. والحته اللي في النص دي، شايفين عامله ازاي، عباره عن سفنج، ماشي. ده برضو ايه، مثال عظمه رفيعه جدا، رفيعه جدا، وفيها الاثنين، فيها الكومباكت وفيها الايه وفيها الاسبونج. وفي العظم بتاع الجمجمه ده، او العظم بتاع السكال ده، بيسموا السبونج اللي جوه ده، او السفنج اللي جوه ده، ليه اسم غريب اسمه الديبلوي، اسمه كده. ماشي. ده بالنسبه مين، للبون اللي هو موجود فين، او السفنج اللي موجود. دي خاصه طبعا بالعظم بتاع مين، بتاع الجمجمه، او بتاع مين، بتاع السكال. ده بالنسبه لايه، لاول تقسيمه خالص في العظم، اللي هو هل هو عظم مصمت ولا عظم ايه، عظم اسفنجي. ادي ايه، ادي حاجه تانية، ادي حاجه. نشوف التقسيمه التانية بتاعتنا على حسب ايه، العظم بياخد اشكال ايه، عظم طويل، عظم قصير، على حسب الشيب بتاعه. بصوا معايا، نيجي بقى اكوردنج للشيب بتاع البون. ماشي، ممكن نقسم العظم لونج بون،
عظم طويل لونج. في حاجة اسمها شورت بون، ماشي. في فلات، عظم مبطط فلات بون. في غير منتظم مش واخد شكل معين، الريجولار بون. في عظم، في فراغات هوائية، نيوماتيك بون. طبعا مش قصدي سفنج، قصدي فراغات، فراغات كبيرة واسعة، ماشي، اسمها نيوماتيك بون. طبعا اسمها نيو ماتيك، بي سايلنت، بي سايلنت، ماشي، نطقشي. سيساموييد، او عظم عامل زي السمسم، سيساموييد بون. يبقى دي الانواع الرئيسيه عندنا في العظم. في بقى حاجات تانية، حاجه اسمها اكسسوري بون بتاع، بس يعني بالنسبه للمنهج بتاعكم دي الاجزاء اللي احنا عايزين نعرفها: لونج بون، لونج بون، شورت بون، فلات بون، الريجولار بون، نيوماتيك بون، سيساموييد ايه، سيساموييد بون. نبدا كده مع بعض نشرحهم واحده واحده، ايه القصه بتاعتهم. هنبدا عندنا اول حاجه طبعا اللي هي اللونج بون. لونج بون، ماشي. طبعا بالنسبه للعظم بتاع اللي هو اللونج بون ده، اللي هو موجود في الاطراف، يعني لو جيت تبص على المنظر هنا مثلا حاجه زي كده، العظمه بتاع مثلا الدراع شايفين عامله ازاي، دي بيسموها هيومرس العظمه دي، ماشي. في عندنا مثلا العظم بتاع ده بتاع الذراع زي ما بتاع اسمه ده، او الارم، ماشي. في عندنا العظم بتاع الفور ارم ده، شايفين منظره عامل ازاي، اهو ده برضو ايه، برضو لونج بون، تمام. برضو في حاجه غريبه قوي، بص منظر العظم ده، العظم بتاع الايد نفسه، دول ده عظم قصير. لا هو بالنسبه كاسم لونج بون في مواصفات معينه العظمه، زي ما كمان شويه هقول لكم عليها دلوقتي، بالنسبه ايه العظمه اللي قولها لونج بون، مش بالحجم يعني، مش مثلا عظمه طولها متر بقى يبقى ايه لونج بون، لا مش قصدي كده. ممكن يبقى عظمه صغيره جدا زي مثلا العظم بتاع العقل بتاع الصابع ده، ماشي، يعتبر لونج بون، ليه مواصفات معينه خاصه او بتميز الايه اللونج بون ده، ماشي. يعني مثلا لو حبينا نوصف او نقول ايه المواصفات دي، مثلا بصوا معايا، العظمه بيبقى شكلها عامل كده، طبعا مش لازم بالمنظر ده كده يعني، ماشي، بس عموما يعني دي عظمه بالطول ده كده، ماشي، ليها طرفين اهم وعمود كده في النص. الطرفين كل طرف بنسميه ابيفسز، ده برضو اسمه ابيفسز. والعمود اللي في النص ده بيسموه شافت، او ليه اسم كده دايفسز. العظمة لو بالشكل ده ليها عمود في النص، طبعا بقى في حاجة في تجويف في النص، مدلة ريكافيتي بتاع نخاع العظام. المهم يعني لو العظمة فيها الشافت ده كده، مش الدايفسز، وليها الطرفين اللي هم عند المفاصل اللي هو كل طرف اسمه ابيفسز، دي اسمها لونج بون، مش بالحجم بقى، ماشي، مش بالايه، مش بالحجم يعني، دي تعتبر لونج بون، دي تعتبر لونج بون، دي تعتبر لونج بون، يعني دي كبيرة جدا، مش يعني شوف دي قد ايه هنا مثلا، ودي قد ايه، مش دي لونج بون ودي برضه لونج بون، ما دي فيها المواصفات، فيها الطرفين، ماشي، اللي بيفسز، وفي النص حاجه اسمها الايه، اسمها الضيافسز. ده بالنسبه لمين، للونج ايه اللونج بون. طيب ادي ايه، ادي اول نوع من العظم، ماشي. نوع تاني من العظم بيسموه شورت بون. ايه الشورت بون ده؟ قالك دي نوع من العظم كده عليه ضغط من بره، ماشي. موجود فين ده، ماشي، يعني العظم زي ده كده، بص المنظر ده بتاع الرزغ ده، شايفين الحته بتاعت منطقه الايه في الريست كده هنا، دول بيسموهم كاربال بونز، اسمهم الايه، الكاربال ايه، كاربال بونز. برضو عايز اوريكم صوره تانية ليهم. حاجه زي اللي احنا شايفينها كده، ده العظم بتاع الذراع بيسموه كده، او الفور ارم، ماشي. هنا نبدا كده، دي منطقه الريست او مفصل الريست يعني، او ريست جوينت، ماشي. هنا بقى العظم ده شايفين ده، ده بنسميهم ايه، اسمهم كاربال بونز، اسمهم الايه، الكاربال ايه بونز. طبعا ان شاء الله بقى نعرف بعد كده نليهم، ناخد الابر ليمب ليهم كده تقسيمه، ماشي، سكافويد، ليونيت، ترايكترال، بيزي فورم، ترابيزيوم، ترابيزويد، كابيتيت، هاميت، وليهم بيت شعر كده، مش عارف سعاد لما تلعب بوكر، تكسب تخسر، كله هلس. المهم يعني ايه، طبعا يعني احنا دلوقتي مش وقت الكلام على اسماء العظم دلوقتي، يعني لسه طبعا ما ندخل في الابر لين بالتفصيل، هنعرف ايه القصه بتاعتهم واسمائهم وترتيبهم، ماشي. طبعا الكلام سابق الاوان شويه، بس بقول ان العظم ده او اللي هم الكاربال بونز دول من نوعيه اللي هم الايه، الشورت بونز، شورت بونز، ماشي كلام. حاجه تانيه برضو بالنسبه للرجل نفسها، الفوت، ماشي. في عندنا في الفوت مجموعة عظم كده زي ما انتم شايفين دول، كان في الابر اسمهم كاربل، يعني في الابر احنا بنطلق عليهم اسم كده كاربل، ده بالنسبة للايد، مش كده. في الرجل بنسميه بقى ايه، تارسل، ماشي. احنا عندنا
في حاجه اسمها كاربال بونز وفي حاجه اسمها تارسال بونز. كاربال دول في الابر ليمب او في الايد يعني، ماشي، دول شورت بون برضو، ماشي. في عندنا في اللور ليمب حاجه اسمها تارسال بونز، دول برضو موجودين فين؟ في الفوت تحت. هما النوعين دول يعتبر شورت ايه، شورت بون. وجي يوصف يقول لك ان بالنسبه للنوعين دول لما تيجي تبص على حتى شكل العظم عامل ازاي، عباره عن كومباكت، كومباكت لو تفتكره، وكانسيلس. ازاي تلاقي العظمه عامله كده اهي بالشكل ده؟ يعني طبعا لو خدت فيها مقطع هتلاقي عباره عن قشره من بره، منين؟ عباره عن كومباكت بون، كومباكت بون اهو اللي بره ده، قشره كده بره، كومباكت بون. تمام. بعد كده بتلاقي بقيه العظمه كلها عباره عن سفنج بقى بالمنظر ده كده، كلها ايه، كانسيلس ايه، بون. حتى دول، حتى دول احنا قلنا برضه نفس الكلام، ان الكومباكت والكانسيلس موجودين مع بعض في اي حته، ماشي. فتلاقي من جوه هنا عباره عن كانسيلس او سبونجي، سبونجي بون اللي هو السفنج يعني، وبره عباره عن قشره منين، من الكومباكت بون ده، سواء مين، الكاربل، كاربل بون او الترسل ايه، او الترسل بونز. ده بالنسبه للتاني نوع من العظم اللي هو الشورت بون. يبقى احنا قلنا في عظم طويل اللي هو في الشافت وبتاع والاطراف او الدايفسز والاطراف اللي هي الابيفسز، في عظم قصير زي العظم اللي هو موجود في منطقه الايد والرجل، الهاند والفوت، ماشي، كاربل وتارسل بونز. في بقى عظم حاجه اسمها مبطط او اسمه فلات ايه، فلات بون. فين العظم ده؟ طبعا بالنسبه للفلات بون، ماشي، عظمه زي اللي قدامنا دي، عظم الاسكال نفسه، تمام، ده عباره عن فلات بون. افتكروا من شويه قلت لكم ان العظم بتاع الاسكال ده بالذات كمان في حاجه مهمه جدا، ان هو عباره عن قشر بره، منين؟ ها، من الكومباكت بون. وحشو جوه منين؟ ها، او بين القشرتين دول في عندنا طبقه منين؟ من السبونجي بون، كنا بنسميها الديبلوي. ده برضو ايه، يعتبر نوع من الفلات بون، من الفلات ايه، مبطط، ماشي. طب في فلات تاني غير كده يعني؟ هو بس عظم الاسكال، تعال نشوف كده. دي مثلا اهي، دي بيسموها اسكابيولا، مكتوب عندنا اهو اسمها ايه، سكابيلا، اللي هو لوح الكتف، ماشي. ما هي قدامكم اهي برضه تعتبر ايه، فلات بون. في تاني عظمه زي اللي قدامنا دي كده، ده القفص الصدري قدامنا اهو، ماشي. في عندنا عظمه اللي هي بيسموها عظمه القص، مش كده، او بيسموها الايه، بيسموها الاسترنم، دي تعتبر برضه ايه، نوع منين، من الفلات ايه، فلات بونز. طبعا من اشهر الفلات بونز اللي هو العظم بتاع السكال اللي قلت من شويه، عباره عن طبقتين، ماشي، من الكومباكت بون، ماشي، وبينهم طبقه منين؟ طبقه من الاسفنج او الاسبونج، اللي هم الاسبونج ايه؟ سبونجي بون. ده بالنسبه مين؟ للايه؟ لتالت نوع من العظم كحسب الشكل. فلات قلنا في لونج بون، في شورت بون، في حاجه اسمها فلات ايه؟ فلات بون. في بقى عظم تاني بيسموه الريجولار، غير منتظم. بالنسبه بقى للنوع اللي هو اللي اسمه الريجولار بون او غير منتظم، ده اسمه كده الريجولار بون. يعني عظمه مش واخده شكل معين، لا هي طويله ولا اقدر ولا شورت ولا اقول عليها مثلا فلات، مش كده، عظمه بالشكل ده، دي فقره، مش كده، الفقرات كل فقره بيسموها فيرتبرا، ماشي. دي تعتبر حاجه منين، من ايه اللي اسمها، بيسموها الريجولار ايه، الريجولار بون، ماشي. لا هي لونج ولا هي شورت ولا هي ايه ولا هي فلات، بنطلق على الايه، على النوع ده او مش منظر ده اللي هي اسمها الريجولار بون. زي مثال عندنا زي مين، زي الفيرتبرا، ادي برضو ايه حاجه. في نوع كمان برضو من العظم عايزين نتكلم عنه، اسمه غريب شوية، اللي هو بيسموه النيوماتيك، نيوماتيك بون، عظم هوائي مفرغ. يعني هقول لكم حاجة، لو جينا نبص مثلا على الجمجمة من قدام مثلا عاملة ازاي، بشكل عام كده مثلا، ماشي. هنا ده النوز او منطقه المناخير، ايش منظر عامل ازاي العظم هنا، حوالين النوز هنا كده بلاقي في فراغات في جوه العظمه هنا كده بالمنظر ده، هنا كده، هنا، ماشي، في المنطقه دي كده، هنا في المنطقه اللي فوق هنا كده، تمام، فراغات، وكل الفراغات دي متصله بالنوز، ماشي، كل الفراغات دي متصله بايه، بالنوز. فالجمجمه دلوقتي بقى فيها فراغات اللي هي بيسموها الجيوب الانفيه، مش ده النوز يا اخوانا، او المناخير ايه جنبها فراغات هوائيه، صح، اسمها جيوب هوائيه او اسمها الجيوب الانفيه، او بيسموها جيب يعني ساينس، جيب هوائي، اير ساينس، ماشي. طيب هقول لكم حاجه، نوز اللي هو المناخير، تمام، مجاور للمناخير، بارا، مجاور جاي من
حاجة موازية ليها أو مجاورة ليها. بارا نيزل ساينسز اللي هي جيوب الهوائية يعني، مش كلام، أو جيوب الأنفية اسمها كده، تمام. فساينس يعني جيب، طب اير ساينس جيب هوائي، ماشي. فهي نوز، طب جيب بقى مجاور للنوز بارا نيزل اير ساينس، او الجيوب الهوائيه المجاوره للايه، مجاوره للنوز. طب ايه الهدف من وجود الجيوب الهوائيه دي؟ طبعا ده كده يبقى بيقول لك ده عظم مفرغ. دلوقتي العظم بتاع الجمجمه في فراغات، ماشي. في عظم هنا جنب النوز اسمها ماجزيلا، مش كلام. في عظم هنا اسمها الفرونتال بون. المهم يعني، فيعني في عندنا عظمه في الجمجمه. واحد يقول لي هي مش الجمجمه دي عظمه؟ لا، هي مش عظمه واحده، كذا عظمه معشقه مع بعضها، ماشي. في العظم المبطط، يعني كده السكال فيها عظم مبطط وعظم مفرغ. يعني هوريكم مثلا منظر لكده، بصوا دي مثلا سكالا، اهي شايفين عامله ازاي. هنا مثلا ده عظم مبطط، ادي عظمه وادي عظم مبططين اهو، ماشي كلام. والعظمه دي في جزء منها مبطط وفي جزء منها في فراغات هنا في الحته دي كده، ماشي ماشي. دي اسمها فرانتال بون مثلا. طبعا السكال يعني دي كلها اصلا على بعضها كده، السكال كل المنظر ده، ماشي. السكال عباره عن عظم معشق مع بعض بمفاصل كده، تمام. هنا مثلا دي عظمه اهي، دي اسمها الماجزيلا مثلا، كويس. الماجزيلا دي جواها فراغات، فالماجزيلا نيوماتيك بون. طب الفرانتال بون دي ماشي، تعتبر نيوماتيك برضو، ماشي، وتعتبر فلات بون. يعني في حته منها فلات وفي حته منها فيها ايه، فيها فراغات هوائيه. فهمت القصه عامله ازاي؟ فما حدش يقول ان السكال بقى نيوماتيك، لا، السكال كذا عظمه معشقه مع بعضها، في منه عظم مبطط، في منه عظم مفرغ، ماشي، في جيوب هوائيه وهكذا. ده بالنسبه للايه، لطبيعه العظم بتاع الايه، بتاع السكال. يبقى احنا دلوقتي بالنسبه للسكال تعرفنا على نوعين من العظم في السكال، فلات ونيوماتيك. نيوماتيك ايه؟ نيوماتيك بون. لو انا عايز اعرف طب يعني ايه الهدف من وجود النيوماتيك بون ده في السكال، يعني اول حاجه طبعا السكال حجمها كبير، ماشي. لو الحجم الكبير ده كله عباره عن بون هيبقى تقيله جدا، بيخفف وزن الجمجمه، ماشي. حاجه تانية، الهواء، هي الجيوب دي مليانه ايه؟ هواء. طب هيجي الهواء منين؟ ما هو متصله بالنوز اصلا، ماشي، متصله بالايه؟ بالنوز كلها، ماشي. طب الهواء ده بيجي لها منها وبيتجدد على طول. طب ليه الهواء ده يعتبر موصل رديء الحراره عشان المخ اللي جوه، ماشي، ماشي، برضه يعتبر حاجه كويسه بالنسبه له، ما يتاثرش بحراره الجو اللي حواليه. حاجه تانية بالنسبه لرنه الصوت نفسها، اللي هي الفويس نفسه، الرنه بتاع الصوت، الريزونانس نفسها بتاعت مين، بتاع الفويس، مهم قوي وجود الجيوب الانفيه ده. واحد عنده التهابات في الجيوب الانفيه بتبقى مليانه صديد، مش كلام، بتلاقي صوته مكتوم كده وبتاع، تمام. ده بنتيجه ان الجيوب الانفيه دي كلها مليانه بالايه، بالصديد، او مليانه بالمخاط الملوث. ادي ايه، ادي حاجه. اخر نوع بقى من العظم، تقسيم على حسب الشكل، حاجه اسمها سيساموييد بون. ايه بقى السيساموييد بون ده؟ العظم المسمسم زي ما بيسموه كده يعني. دلوقتي بص معايا، دلوقتي لو انا عندي دلوقتي عظمه بالشكل ده كده، ادي عظمه اهي، تمام، وعندي وتر، فاكرين الاوتار، تندون بالشكل ده مثلا، ادي وتر، ماشي، تمام. وادي عظمه اهي قدامنا، العظمه دي، تمام. دلوقتي بالنسبه للتندون والعظمه دي، ده تندون اهو، ودي عظمه. التندون بيحتك بالعظمه، ماشي، هنا كده في المنطقه دي. ففي هنا كده بصوا معايا كده، هنا في العظمه هنا، ده عباره عن كونفكس سيرفيس، كونفكس بوني سيرفيس، سطح طبعا، ماشي ماشي، كونفكس ايه، بوني ايه، سيرفيس. طب ده بالنسبه للايه، للمنطقه دي. التندون لما يحتك بالسيرفيس ده ممكن يتقطع، صح، مش كده، او يتاكل. طب ونعمل ايه؟ فدلوقتي بقى عندنا في تندون بيتحرك وبيضغط على كونفكس بوني ايه، سيرفيس. فالتندون ده ممكن بعد فتره من فترات يحصل فيه نوع من التاكل. طب نعمل ايه؟ فبيترسب جواه نوع كده منين، من ال، او يحصل فيه نوع من التكلس زي ما بيسموه كده، مش تكلس، او بيتكون جواه عظمه في الحته دي كده، هنا الحته اللي فيها الاحتكاك. شوف المنظر عامل ازاي هنا كده، بحيث ان اللي هيحتك مع بعضه العظمه دي مع العظمه دي. طب ما ممكن يتاكلوا، ما هو ربنا برضو خلق هنا كده ايه، حته غضروف تغطي الحته دي كده، وغضروف برضو بيغطي الايه، المنطقه دي، الغضروف بيزحلق بحيث برضو ميبقاش في احتكاك بالدرجه اللي هي. فدلوقتي العظمه اللي اتكونت جوه التندون دي، ماشي، دي بيسموها عظمه مسمسمه، او اسمها الايه، سيسامويد، ايه، سيسامويد بون. طب نيجي نعرف ايه هي، ايه السيسامويد بون، ايه تعريفها بقى. نقول ان السيسامويد بون
عبارة عن بني نوديول فورمد انسايد، او بلاش فورمد، دي ديبوزيتد انسايد تندونز ذات موف اند بريس اوفر كونفكس بوني سيرفس. نحل الكلام ده، عبارة عن كلاكيع من العظم ماشي بتترسب جوه أوتار ماشي اللي بتتحرك على كونفكس بوني ايه سيرفكس سيرفس. ادي بوني سيرفس، ادي واتر تندون بيتحرك وبيضغط على كونفكس بوني سيرفس بيتكون جواه كلاكيع نوديولز. اسماء الكلاكيع او النوديولز ديت اسمها سيسمويد ايه سيسمويد بون ماشي. ده بالنسبه لاخر نوع في العظم على حسب الشكل اللي هي سيسمويد ايه سيسمويد بون. طيب كده احنا قسمنا العظم على حسب خاماته عامله ازاي، سفنج ولا مصمت كومباكت سبونجي او كومباكت بون، على حسب الشكل التشكيل بتاعه عامل ازاي، طويل لونج بون قصير شورت بون مفرغ هوائي مش كلام نيوماتيك بون مبطط فلات بون ملوش اي شكل لا لونج ولا او شكل غير منتظم الريجولار بون، والعظم المسمسم اللي هي الكلاكيع العظم اللي بتتكون جوه الاوتار بتاع الايه بتاع العضلات، بس مش اي وتر، وتر بيتحرك وبيضغط على سيرفس من العظم عشان ما يتاكلش الوتر ده ربنا حماه بيسموه ايه سيسمويد بون. دي ده هيتفضل عندي الجزء اللي هو الثالث من تقسيمة العظم، ازاي بيتكون الايه او بنقسم العظم على حسب الايه على حسب التكوين، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في المحاضرة الجاية ان شاء الله بإذن الله. شكرا.